ولنقاش ملف المنافذ الحدودية تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتورة هداب فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. أهلا بك دكتورة. أهلا بك. نعم، وفقا للجنة الخدمات النيابية فإن أكثر إيرادات المنافذ الحدودية لا تدخل في الموازنة لعدم وجود سيطرة عليها، كيف يفسر ذلك اقتصاديا وإداريا بعدم سيطرة الدولة على منافذها الحدودية؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر كما ذكرتم في تقريركم أن مسألة التعامل بالمنافذ الحدودية يعني يمكن إدخالها ضمن منظومة الفساد التي تعرف يعني عليها العراق منذ عام 2003 إلى حد يومنا هذا، وبالتالي تدخل كل هذه الأرقام والحسابات ضمن حساب النفق المظلم، أي أنه لا أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال. وكما ذكرتم أيضا في تقريركم أن هنالك حوالي 6 مليارات دولار سنويا هي غير محسوبة. نعم صحيح، وبالتالي هذه خروج هذا الرقم من المنظومة ومن الموازنة المالية العراقية طبعا حيسبب عجزا كبيرا فيها. وأيضا لو قارنا الرقم الذي ذكرتموه وهو 6 مليار دولار مع موازنة 2018 العام الماضي كان الذي تم حسابه فقط 700 مليون دولار من إيرادات المنافذ الحدودية. هذا الفرق ما بين 700 مليون دولار و 6 مليار دولار في حقيقة الأمر أكيد يكشف لنا عن وجود فجوة كبيرة في حساب الأرقام وفي إدارة الاقتصاد العراقي، وبالتالي أن هذه المنظومة التي نحن عليها هي منظومة الفساد سوف لا يمكن إيجاد لها حل إذ لم يكون هنالك تشريع قوانين، وبالتالي تطبيق هذه القوانين من قبل هذه الحكومة حتى نستطيع أن نعدل من الموازنة 2019 و 2020، وأيضا يعني حتى نفكر في كيفية تحجيم دور الفساد وبالتالي النظر إلى الاقتصاد العراقي من جوانب أخرى ليس من الجوانب التي تعرفنا عليها في الحصول على الإيرادات المالية، وهو هذا المهم في هذا الموضوع. نعم دكتورة هداب، ما خطر الانفلات الحاصل اليوم في المنافذ الحدودية على اقتصاد العراق وعلى صحة وسلامة المواطنين أيضا؟ نعم ايضا هذا يعني جزء هذا اخر يعني هذا يحمل الى الوزارات المختصه والى التقييس والسيطره النوعيه الدوائر التي هي من شانها ان تنظر في المواد الداخله الى المعابر الحدوديه وهذه المنافذ، بالتالي يجب ان يكون هنالك تقييس لكل المواد سواء الاغذيه او الغير اغذيه، هنالك مقاييس محدده يجب احنا نستورد بها وان لا تقل هذه عن المقاييس المتعارف عليها عالميا. الذي يحدث هناك لا يوجد مراقبه وبالتالي الامور سائره على هذا الاساس، ادخال مواد فات، ادخال مواد ممنوعه الى اخره، هذا ما وجدناه في الفتره الاخيره، وقد بدا هذا ذلك المعابر الحدوديه وجميع نستطيع ان نقول جميع المعابر الحدوديه من شمال العراق الى جنوبه هي معابر لا تسيطر عليها السلطه الاتحاديه وانما تنوجد في ايدي مجموعات من هنا وهناك سواء كانت فئويه حزبيه او الى اخره. نعم. في هذا السياق بالحديث عن هذه المجموعات التي تسيطر او الميليشيات التي تسيطر على هذه المنافذ الحدوديه، ما مدى ارتباط هذا الانفلات الحاصل بالمنافذ بمحاولة تهرب إيران من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها واللجوء إلى هذه المنافذ والتهريب الذي يحصل على هذه الحدود وتجاوزات أيضا؟ نعم أكيد هذه التجاوزات بدت واضحة أيضا، حتى سرقة النفط، تهريب هذا النفط عبر هذه المنافذ الحدودية، وبالتالي حتى محاولة يعني تقديم المساعدات بشتى الطرق وبشتى الأنواع إلى إيران، يعني نحن هنا أمام تساؤل، يعني أمام تساؤل أن جميع الدول، جميع الأفراد في جميع الدول المسؤولين يعني أقصد هنا هم ينظرون إلى واقع ينظرون إلى واقع اقتصادهم من أو حتى من النواحي السياسية أيضا بما يصلح للبلد. فقط في العراق لا يتم الأخذ بهذا الشيء، يعني لا يوجد هنالك أحد يفكر
تنظر إلى بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية ونهتم به، وليس أن نهتم بالدول الأخرى أكثر من أن نهتم بدولتنا. يعني الذي يحدث الآن أننا دائما نستطيع أن نجد فجوة هنا وهناك للعبور عن العقوبات الأمريكية على إيران، وبالتالي مساعدة إيران على حساب اقتصاد العراق وعلى حساب الشعب العراقي باستيراد موارد غير صالحة وإلى آخره. هذا كله يعني يجبنا إلى موضوع أن المناكب الحدودية يعني هي عملية الاستيراد والتصدير بها ليست قليلة، هي حوالي 40 مليار، وأيضا أرجع للرقم الذي ذكرتموه 6 مليار دولار، يعني هذا رقم خارج من الموازنة. كان الأجدر بالعراق أن يفكر به كحكومة، أقصد هنا أن تفكر بهذا الرقم ولا تفكر بأن تأخذ من صندوق النقد الدولي على دفعات 5 مليار، وهي في الحال تستطيع أن تحل مشاكلها بوجود المنافذ الحدودية وإيراداتها. شكرا جزيلا لك يا دكتورة هداب فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.